Okay. هذا السخط الكبير والحدث الكبير في الكرة التونسية في هذه الأمسية. بلا شك الكل يبحث عن إغراق الآخر، نعم بهذا المعنى، لأنه الأفريقي بلا شك والسيد منتصر الوحيشي يريد أن لا يخرج من القيادة الفنية، لأنه كثير هناك في الوسط الرياضي الأمامية العالية تبعد تعود في الجهة اليسرى، وبعد ذلك جولات، لأنه في ست فرق كان الدوري التونسي مقسم إلى قسمين، ثمانية ثمانية صعدوا أفضل ثلاثة من الاثنين، وعمل أو خليني أقول سبعة، عنده سبعة الأخرى. شوف هنا العمل في وسط الملعب، صدام في الجهة اليسرى، الله على هذا التدخل الدفاعي، والكرة التي لا زالت في أرضية الملعب صافرة من حكم اللقاء، خطأ مرة أخرى في وسط ملعب اللقاء، الكرة التي نقلت في الجهة اليمنى أمامية لمصلحة الأفريقي، تدخل الكرة يغيرها في الجهة اليمنى، نقلة لتوفيق، عادت، ننتظر الأفضل، نعم هي مسألة بدايات، لكن يعني نعطيهم شوي دقيقتين بعد ذلك ننتظر الغدري، عودة في الخلف، كرة لمصلحة توفيق الشريفي، مصلحة الأفريقي، نتكلم عن 13 لقب على مستوى بطولة الدوري، 13 لقب على مستوى بطولة الدوري، آخرها كان في 2015، هذا مرور، هذا توغل، هذا عمل من توفيق الشريفي، يتقدم لوحده في الجهة اليمنى، يمر يعبر، وبعد ذلك هذا الشاب الذي يظهر، والكرة إلى خارج، خطأ موجود، تقل زدام، عنده الكرة، يحاول، لكن أيضا يسقط في أرضية الملعب، خطأ آخر يأتي لمصلحة النجم. شوف هنا العملية، من يسجل الآن ستكون لديه أفضلية كبيرة بالانتصار في هذه المواجهة، كرة علي الجمل على مرمى علي الجمل، هل يهدد أصحاب الأرض؟ كرة عالية موجودة، خروج خاطئ، الرياضي الساحلي الذي أصبح في الجهة اليسرى بلونه الأسود والأحمر، ولدينا طبعا النادي الأفريقي في الجهة اليمنى بالنسبة للمشاهد، النجم الرياضي الساحلي، لأنه كان أفضل في شوط اللقاء الأول أمام جماهيره، عليه أن يفعل شيء هنا بالعيادة، مطالبة بركلة جزاء، حكم اليمنى أسامة عبيد، الكرة الأمامية من فيني إلى رمية جانبية، هنا التوغل والمحاولة التي تأتي، لكن بعد ذلك في سقوط في خارج أرضية الملعب، شوف هذه الكرة والمطالبة، مين لمصلحة النجم، كرة عرضية أبعدت من دفاعات الأفريقية، كلما اقتربنا من هدف وكلما يعني رأينا أنه راح نشاهد هدف، يأتي الفار ويلغينا، تلعب الكرة الأمامية السريعة في الجهة اليمنى، لكن كما ذكرت خطوط الدفاع ممتاز، هذا توفيق ممتاز، توفيق النادي الأفريقي على اللاعب أسامة عبيد، كرة في الجهة، نقلت في الجهة بن عيادة، يلعب الكرة الأمامية، بعد موجود
يشنوا الآن هجمة مرتدة لمصلحة النجم 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 لتوال كريستو لا يمر لأنه الخلف لكن الراقي اي والله راقي العواني دخوله وعملية المرور اللي قام فيها عموما هيكل لماذا انتصر النجم ولماذا خسر الافريقي اعتقد الاجابة ستكون لديك بالاستديو تفضل